بس احنا مش لاقيين حلول لبعض. يعني احنا كل يوم بنشوف نواجه اشياء عمرنا ما شفناها، الحواجز، التغليب، الضغط على الناس، يعني المعيشة صارت كلها بتغزي. يعني تطلع هون الناس كلها ياخذ ضغط، فاهم علي؟ احنا بدنا، احنا المفاوضات منيحة انهم بس ينطونا الحدود كلياتها، يفتح الحواجز، يفتحوا الناس انها تعيش. يعني اليوم اذا بدك تطيح على الغور بدك 100 واسطه بغلبوك وبقيمه وبحطه. كل يوم ما بتسمع شهداء قتلة، يعني هذا ما هذا الاشي الناس زهكته زهكته كلياته. فيش يعني فيش حلول، هذا حلول على الناس صعب صعبه. يعني احنا كلنا الشعب صرنا مضغوطين، صرنا نسمع في الشهيد، صار الشهيد عادي. يعني تقول خلص حياة. طب يعني انت في رايك بعودتهم المفاوضات راح يحلوا مشكله؟ مش رايحين يحلوا مشكله، احنا عدلنا بجوز 10 سنين نستمر في هذا الاشي ومش رايحين يحلوا مشاكل. هذا الاشي كلياته على الفاضي، كلياته على الفاضي. يعني احنا علينا ضغوط كثير كثير. مش العودة للمفاوضات، أنا ضد المفاوضات من الأساس، من أوسلو، أنا ضد أوسلو، لأني أنا بعتبر إنه المفاوضات كانت من أوسلو حتى الآن هي اللي مش بس كمان لصالح إسرائيل، هي لتصفية القضية الفلسطينية. والعودة للمفاوضات يعني إذا إحنا بنلاحظ إنه يعني بال 48 قديش إحنا خسرنا من فلسطين التاريخية، 67 كمان خسرنا جزء آخر من فلسطين. بأوسلو قديش بده يعطينا الاحتلال؟ بده يعطينا 21%. حاليا من أوسلو لغاية الآن لم يبقى سوى 17%. كمان إحنا بنلاحظ من العودة للمفاوضات وخلال المفاوضات السنوات الماضية، القدس لم يبقى من مساحتها سوى 15%. تهجير للمهندسيين، بناء مستوطنات، حاليا وزير الإسكان قاعد بطرح بضم القدس بشكل كامل لصالح إسرائيل، بالإضافة للمسجد الأقصى. أنا ضد المفاوضات. ليش؟ لأنه من سنين مفاوضة على الفاضي يعني. بس هذا أقل سبب يعني. يعني مفاوضات ما حققت شيء للشعب؟ ولا إيش ما حققت ولا إيش ولا راح تحقق شيء. بس هذا هو الخيار الموجود يعني عند السلطة، يعني ما عندهاش خيار آخر. إيش الخيار؟ هي خيار المفاوضات للسلطة الموجودة. مفاوضات يعني أنت مع المفاوضات؟ يعني سواء مع أو ضد يعني، ولكن هب نقول يعني أنت كمواطن، يعني هذا الخيار الوحيد اللي أمامه الآن. يعني مع المفاوضات، انه الخيار الوحيد امام السلطه. لا انا ما قلتش انه مع المفاوضات يعني، ولكن انا بقول لك ان السلطه حسب ما هو موجود الان امامها انه هذا هو الخيار الوحيد لها. طب انت كرايك الشخصي، انت نعم. مع المفاوضات ولا لا؟ المفاوضات يعني لن تحول القضيه الفلسطينيه. يعني مش مع العوده مع المفاوضات. المفاوضات هي شكل من اشكال اداره المرحله، إدارة بقاء السلطة. ولكن كحل جذري للقضية الفلسطينية، المفاوضات لن تحول القضية الفلسطينية بشكل جذري. المفاوضات معارض لها بشكل. ليش؟ لأنها تخالف الأحكام الشرعية. أنا إيش؟ تخالف الأحكام الشرعية، إحنا مسلمين. هذا الحكي تعارض معنا شرعاً. المفاوضات تعارض معنا من ناحية إسلامية. من ناحية إسلامية نعم. طيب يعني أنت في وجهة نظرك المفاوضات حققت شيء؟ المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. حققت ولا رح تحقق. ضد عودة المفاوضات. ليش؟ لأن المفاوضات ما حققت أي شيء على الواقع، الاستيطان على ما هو، الأسرى على ما هم، وفيش أي واقع أفق سياسي موجود في البلد.